انت غيرتي الرقم السري تبع بطاقة البنك؟ ليش عم اسأل؟ حيوانة مراء، جاوبيني، غيرتي الرقم السري؟ ليش؟ للأمان، يعني خفت يكون انتتر هيك ولا هيك؟ خفت يكون انتتر هيك ولا هيك؟ ولا غيرتي مشان ما عاد اقدر اسحب امتى ما بدي؟ ليش ما بتردي؟ فاروق حبيبي، يا عمري انت، انا بحياتي بخلت عليك بشي؟ ما انا مصاريي كلياتهم فداك، بس انت كمان صاير عطالة والنازلة عم تسحب. يعني انا بس بدي اعرف انه انت شو عم تعمل بكل هالمبالغ اللي عم تسحبها؟ برافو مدام، برافو، متطورة امورك كتير، صايرة ليش ولوين وكيف وامتى؟ طيب ماشي. لا لا مو هيك القصة، انا بس خايفة انه يخلص. ويخلص ابوك بعت لنا غيره، ولا السيد الوالد نسيان افضالي على راسه؟ هلا ليش هالحكي؟ تفضلي شرفي، علميني كيف احكي لارضي حضرتك وارضي السيد الوالد المختلس الحرامي. فاروق لا تحكي هيك عن بابا قدامي. اسف، والله بدي احكي هيك عن بابا قدامك، عجبك منيح ما عجبك ليك والحيط، اضربي راسك فيه 1000 مرة، اوكي؟ لك فاروق، فاروق خلص رح اعطيك الرقم السري. فاروق بس حاكيني كلمة. فاروق خير، شوفي كمان حبيبي، نحن ما هيك اتفقنا. برافو، برافو يا مدام، انك متذكرة على شو اتفقنا، مشان ما اعذب حالي وذكرك انه منك المال ومني الكتمان، وهذا كان اتفاقنا وقت وقعنا صفقة زواجنا. صفقة؟ يا حياتي، ان شاء الله مفكرتي زواج تبع تن تررن تن 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 وتن تررن تن 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 تن. والليلة دخلتي يا بنات، ليلة دخلتك كانت من زمان مع واحد وسخ مثلك ومثل اهلك. كل هاد لاني غيرت الرقم، كل هاد لانك نسيتي انا على شو ساكت ومتحمل، ويا ريتك مقدرة. انت واحد مانتي، انت اخر زلمه بشوفه بحياتي. انت وحده مسخره.